دوافع عنصرية محتملة وراء هجوم باريس، كيف تقرأ هذا العنوان؟ دوافع عنصرية حتى الآن، لأن هنالك أخبار تأتي أو تسريبات تقول أن التحقيق يستمر وسيرى إن كانت هذه الجريمة تقع تحت التصنيفات القانونية كجريمة إرهابية أو كجريمة عنصرية. حتى الآن هنالك الاحتمالان، الاحتمال الأول أنها جريمة عنصرية، ولكن التحقيقات هي التي ستؤكد. ولكن المنفذ اعترف بأنه دوافعه عنصرية سيد علي. نعم، يقول أن دوافعها عنصرية، ولكن هذا ما يقوله، ولكن أنا لا أخذ بما يقوله المتهم، أنا أخذ بما ستقوله نهاية التحقيقات، وسيقوم المدعي العام بإصدار بيان بهذا الخصوص. فإذا كانت جريمة عنصرية ستبقى جريمة عنصرية، لأن هنالك قانون يصف الجريمة الإرهابية ما هي، هنالك توصيف لها. فهل يقع هذا التوصيف لما هذه الجريمة التي حدثت تحت قانون الإرهاب، أم أنه سيبقى كجريمة عنصرية؟ هذا ما المحقق والسلطات القضائية هذا ما تقوم بدراسته، وعند انتهاء التحقيق سيتأكد إن كانت جريمة عنصرية أم جريمة إرهابية. إذا ما افترضنا سيد علي أنه الجريمة عنصرية، وحتى إن لم تكن عنصرية، هل يمكن القول بأنه المجتمع الفرنسي اليوم يعاني من مشكلة اجتماعية كبيرة اسمها العنصرية؟ هل العنصرية بالفعل مشكلة يجب الالتفات إليها في فرنسا؟ شوفي سيدتي، أنا أريد أن أتكلم بالحقائق وليس بالعواطف. تفضل. لازالت فرنسا من هذه الناحية هي أفضل بكثير من السويد ومن من النمسا وأخيرا من إيطاليا. هنالك خطاب عنصري في كل أوروبا، ويبقى الخطاب العنصري الفرنسي صحيح أنه زاد في المدة الأخيرة بسبب الهجرة الغير شرعية التي حدثت في السنوات الأخيرة، ولكن لا زال هذا الخطاب في فرنسا أقل عنفا من الخطاب السويدي أو النمساوي أو الإيطالي، وحتى في بلاد أوروبا الشرقية هنالك خطاب عنصري واضح وكلام عنصري لا يطاله القانون. هنا الكلام العنصري يطاله القانون. فلا شك أن هنالك حركة يمينية متطرفة في فرنسا، وهي يعني هذه الحركة زادت في الآونة الأخيرة لدرجة أن مارين لو بان وصلت إلى 49% في الانتخابات الرئاسية. هذا لا يعني أن هنالك 49% من الفرنسيين الذين هم عنصريون أو هم يمين متطرف. لذلك تبقى هذه الأمور. فرنسا اجتماعيا ونتيجة الاجتماعي من أكثر الدول اختلاطا، لذلك نجد أن هنالك حركات وربما بعض الجرائم تحدث في فرنسا، إنما يبقى الخطاب الرسمي ويبقى الوضع القائم في فرنسا أفضل من غيره، رغم أنه هنالك خطر كبير في تحول هذا الخطاب والاقتداء بغيره من الخطابات العنصرية، إن كانت في السويد أو في النمسا أو في إيطاليا. الآن الخطاب العنصري الإيطالي خطاب كبير. ومن ناحية أخرى يجب أن لا ننسى أن هذه الهجرة الشرعية
غير مقبولة لا من اليمين المتطرف ولا حتى من اليسار ولا حتى من اليمين المعتدل الفرنسي، لأنها تؤثر سلبا على كل مجريات الأمور في هذا البلد. وأنت تتحدث سيد علي، نشاهد يعني يبدو أن الاشتباكات تتجدد مرة أخرى بين المتظاهرين وبين قوات الأمن في هذه اللقطات المباشرة. الوضع السياسي في تركيا خصوصا فيما يتعلق بالحركة الكردية، هل يدفعنا إلى الاعتقاد ربما أو إلى الربط بين هذا الهجوم على الأكراد وبين ما يجري مع ملف الأكراد في تركيا؟ يعني من الصعب جدا الكلام عن هذا الموضوع، لأن الذي ارتكب هذه الجريمة حتى الآن يبدو أنه ارتكبها بمفرده دون أي دعم خارجي. لكن بيان أحد أو الرئيس الجالية التركية اتهم تركيا في هذه الجريمة، وهو اتهام سياسي أكثر مما اتهام عملي. حتى الآن ليس هنالك أي إشارات من أن هذه الجريمة هي بدافع عن تركي أو بما يحدث هناك في تركيا، والتحقيق لا زال مستمرا. هل هذا الرجل، لأنه عندما خرج هذا الرجل وأوقف كل ما سأله قال كم من الأشخاص قد قتلت، يعني كأنه لا يدري من قتل، يعني كل همه كان هو أن يقتل الناس. أو فهل هي جريمة ارتكبها موجهة ضد الأكراد بالذات؟ هنالك تكهنات الآن، التكهنات تقول هل هذا الرجل حدث معه أي شيء أو خلاف أو اعتدي عليه من قبل. ننسى سيد علي أيضا أنه هوية المعتدى عليهم أو الضحايا حتى الآن غير واضحة، لا نعرف إذا كان لهم صلات بأي تنظيم كردي. وجودهم في أمكنة وجودهم يبدو أن أغلبهم هم من الحزب الديمقراطي الكردي. هنالك قتيلان أو هنالك ثلاثة قتلى، أحدهم عرفت هويته هو ناشط كردي، والاثنين الآخرين حتى الآن لم يعلن تماما عن هويتهما أو انتمائهما، ولكنهم يبدو أنهم أكراد.